عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان. اليوم جمعة 7 شهر 2، درنا واحد الزيارة للمقبرة متفونين فيها الوالدين ديالنا وخوتنا وهادي في مقبرة الرحمة. تنشوفو شي حويجات هنا تعلمونا أن المقبرة ديالنا هادي الدار ديالنا الأخرى اللي كنسكن فيها. شفنا المقابر محفورين، شفنا بزاف الخلقات كاينين في هاد المقابر، وهادشي تتأسفوا ليه وتنتوقعوا الناس المسؤولين في هاد الدائرة العمل المعاصر باش ينتظروا لهاد المقابر، ان هاد المقابر هادي هي الدار ديالنا خصو يردوا. لما تنشوف واحد المقابر ديال النصارى ولا ديال حاجه مقيين وزوين، وكاين المداخيل في هاد المقبره، المشكله كاين المداخيل. تنشوفوا البيبان ديال الناس اللي شارين الارض ديال باش يستغلوا الوالدين، ماكش البيبان مشاو ليهم، المقابر محفورين، الفوضى نايضه في هاد مقبره الرحمه. وتنطقوا على المسؤولين في مجلس المدينه، اول واحد من مجلس المدينه هو اللي محمل المسؤوليه في هاد المداخيل ديال مقبره الرحمه. بغينا نعرفوا هاد المداخيل ديال مقبره الرحمه فين تيمشيو، ان تحملات المقبره ديال الوليدات. والله الا حرام هادشي تيبكي، انا دخلت المقبره ديال الوليدات المهمين بكوني، والله الا بكوني بالله، مقابر محفورين تحيط الحجره تجبد الوليد تجبد الجنازه حشومه، هادشي مع الله، هادشي فيه التقليد. وبغينا نطلبوا المسؤولين باش يقنوا روضه الرحمه، يعني هاد المسؤولين يديروا واحد الناس في الانعاش الوطني ولا الجمعيه تكلف هاد المسائل اللي كاينه هنا، يديروا جيليات لهاد الناس وتقننوا وتنقى. وحرام حرام هادشي، حرام تناشدوا بالناس المسؤولين باش يحلوا لنا هاد المشكل ديال روضه الرحمه. عندها مداخيل ماشي ما عندهاش مداخيل، المقابر مقابر تتباع ب 25000 ريال في الدخله على الباب جيت المسجد. وهذيك المداخل ديال الرحمه فين كاينه ديال المقابر فين كاينه، وديال الباركين ديال الرحمه فين كاينه المداخل، شكون مسؤول بالباركين المداخل ديال الباركين فين هما الفلوس ديال الباركين. تنتاسفوا على هادشي اللي كاين، وهاد الطريفه اللي كاينه ديال بني المقابر، الشركه اللي شاده هاد المقابر حرام، هي خصها دير واحد العساسه هنا ويردوا البال ويشطبوا المقابر. وهادشي حرام، عندها مدخول ماشي ما عندهاش مدخول، الشركه عندها مدخول، عندها فائض هنايا. قبر عادي تيشوى 4000 ريال، واحد تيشوى 25000، كاين القبر اللي تيشوى 1,000,000 فرنك هنايا. لما نعنطقوا ما بقيناش عرفنا نعنطقوا، وشكون اللي مسؤول على هاد المداخل ديال هاد الرحمه، شكون اللي مسؤول عليها؟ واش هاد المداخل تيمشيو للخزانه العامه ولا تيمشيو لجوايع اخرين؟ دا الباركين دابا، الباركين دابا تبقى واحد الفوضى كاينه في الدخله ديال المقبره، فوضى. تنشوفوا السلطه المحليه غايبه على الوجود ديالها في مقبره الرحمه، وتنوجه واحد النداء عامل ديال اقليم الواصر باش يدير شي تحقيق في هاد مقبره الرحمه. الناس شي تيخلع شي تيأسف، شي تاع المداخل كاينه وتا حاجه ما كاينه، شو المقابر محفرين، الفوضى اللي نايضه فيها، ما كاين لا تنظيم لا والو. صافي الردمو من السؤال اسمي. السلام عليكم ورحمة الله، معكم زهير عبد النبي. كما كتشوفوا حنا جينا بزيارة مع واحد السيد باش يدير واحد الفاتحة على الأسرة ديالو في النهار ديال الجمعة، حتى كنتفاجئوا بالمقبرة راه كلها مهملة، رغم هذه المقبرة عندها مداخل كثيرة، مداخل كثيرة وكنشوفوها مهملة، وكاين حتى المقابر، حتى المقابر كاين شي أثمنة خيالية بزاف، لأن كتسمع غير 1000 درهم، 1500، 2500 درهم، عدا المقابر الكبار اللي كتسمى بحال الجزيئة حتى هي كاينة غير 15000 درهم، 20000 درهم، 30000 درهم. ونتمناو من الناس المسؤولين باش يتدخلوا في هادي، راه ولات كارثة هادي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.